الآن. نحن الآن ما في زول بيقدر يتكلم ويقدح في العمل اللي بتقوم به الشرطة، بل أداء الآن محل إشادة ومحل ثناء من كل الناس. والدليل أنه الآن 90% أو 95% الأقبال اليومية بتاعت الإدارة العامة بسيط، الناس اللي ما موجودين وقد يكونوا بأعذارهم، لكن إذا وجدنا الفاقد اللي يكون ما معروف لا يتجاوز العدد القليل جدا، الزول ما يتخيل أنه كل الناس جبلغوا. إذا جد عرضت اليومية عليه ما الناس ما بصدقوا، لكن نحن بنقول نطمن الشعب أن الشرطة كلها الآن موجودة، كلها الآن قاعدة شغالة في شغلها، كلها الآن مستعدة بأنها تدفع للأمام وتدفع العمل تأمن الناس وتأمن الأيام المقبلة إن شاء الله. الناس من نفسه يبدو يعدوا ويحضروا لما بعد الحرب. طبعا هيكون في مجهودات كبيرة مطلوبة من الناس، هيكون في عمل كبير مطلوب من الناس، جرائم الدخيلة هتكون دخلت، الأسلحة هتكون انتشرت، المخدرات، كل شيء كل شيء ممكن بعد الحرب دي الناس يتوقعوا عنه يواجهوه. لذلك المرحلة تتطلب إعداد جيد، تتطلب تحضير جيد، تتطلب تمتين وتقوية العمل الشرطي بمختلف الوسائل الحديثة اللي بتمكن منه يتصدى لهذه المهددات. نحن شكرنا لكم جميعا وتقديرنا لقيادة الشرطة وللدور اللي تقوم به ولكل أفراد الشرطة في كل مكان، ونقول لهم نحن وإنتوا كلنا معركتنا واحدة، ونحن وإنتوا والشعب السوداني أيضا كلنا معركتنا واحدة، وكل العالم الحر، العالم اللي بيفتكر أنه الآن السودانيين بيتعرضوا لمؤامرة، مؤامرة كبرى فيها كل ما يمكن أن يخطر على القلوب في أنه ممكن الاستهداف تم، لا أبدا ما من فئة محدودة، ولكن هذه مؤامرة. نحن بنأكد أنه العمل اللي بتقوم به وهذه المجموعات عمل الناس قد يسخر في المستقبل. الآن الفيديوهات الناس نفس سربوها، ناس شفناها إذا كانت في الجنينة أو إذا كانت في طويلة، في لسه في مآسي وفي جرائم حرب ارتكبت في منواشي، في غارسيلا، في مناطق كثيرة جدا من دارفور، حتى في الخرطوم. هذه جرائم يجب أيضا الشرطة أنها تكون مستعدة فأنها تتحقق فيها، تتحرى فيها، تصدق فيها النوايا بأنه كل من ارتكب هذه الجرائم يجب أن يقدم للمحاكمة، يجب أن يحاسب، لأنه نحن الإفلات من العقاب واحدة من محفزات الآخرين. الخرطوم الآن وكثير من مدن السودان تعرضت لنهب، تعرضت لسرقة، تعرضت لأعمال استبيح فيها كل خصوصية حقت ناس، كل أموالهم شالوها، بيوتهم، عرباتهم، أساساتهم، مدخراتهم، كلها ما فيش. أيضا بمجهودات منتظرة من الشرطة، نحن كل يوم من طالع بلاغات أنه في حياة اتنهبت، في حياة الشرطة أنا متأكد تكون صاحية وواعية، وفي ناس يرصدوا، في ناس يسجلوا، بحيث أنه متى ما انتهت الحرب تكون في خطوط وفي أدلة وفي طرق سريعة أن الناس ممكن يستعيدوا بها مفقودات أو منهوبات. نحن نبدي فرصة برضو بالناشد المتمردين أنه يسوبوا ناس شايلين السلاح ومغشوشين كلهم مخمومين غشنهم، فأنه نحن بنكاتل في الفلانيين أبدا. هذه الحرب حرب مبتدعة لخدمة أشخاص محددين، ناس ما يخدعوا الناس وما يغشون، هذه حرب كلها قامت على كذب وستنتهي عاجلا، لأنه ما قام على باطل لن يجد له نصير. نحن كلنا متأكدين أنه الناس اللي قاتلوا يجدوا في كبير مغشوش، ما عارف هو القاتل ليه. ناس بيقولوا الكيزان، ناس بيقولوا دولة 56، ناس بيقولوا ضد البرهان، ناس بيقولوا ما في زول عارف هم ذاتهم بيقاتلوا ليه. ناس بيقاتلوا بكذب وبفرية، القصد منا أنه في أشخاص محددين هم دارين ينالوا بعض المكاسب، لكن نحن ومتأكدين أنه الشعب واعي، كثير من المواطنين بدوا يوعوا، كثير من المقاتلين ذاتهم بدوا يوعوا أنه والله هذه الحرب هم ما عندهم فيها مكسب غير أنه هم تضرروا، هم ماتوا، هم تشردوا، هم دخلوا في مضبات لا أعلم بها إلا الله. أيضا أخواننا في نحييهم في دارفور، في ناس في ناس صادقين في كردفان، في جنوب كردفان، في النيل الأزرق عندنا أخواننا بقاتلوا هناك، في كل مكان بقاتل. نحن بنحييهم، نقول لهم الشعب السوداني كله معاكم بكل مكوناته وبكل فئاته، لكم التحية ولكم التقدير. نحن برضو عندنا بعض الأمور، نحن قبل يومين
سمعنا أن الجواز اعتبر والناس انتقدوا فيه الشرطة التعرفة العالية، نحن برضو نفتكر أن تراجع هذه التعرفة بحيث أن الناس يخففوا على الناس، لأنه الناس يفتكروا أنه 150 كثيرة. نحن مع ناس وزارة المالية نحاول الناس راجعوا التكلفة، ونحاول نساعد الشرطة في أنها أيضا تقدر تقيف على كرعينا، تقدر تعيد حيويتها، تستعيد حيويتها وتستعيد نشاطها بالحتة.